الكفر ما سمعنا يوم واحد فكيته طلقة شاف كننا أراضي محررة. هسي عبد الواحد قاعد في جبل مرة خايد لمعارك بيموتوا فيها أبناء الفور أبناء دارفور سكان الجبل ما قادرين يحصدوا محاصيلهم وما في إعلام جابه ولا في واحد منكم جابه. لكن بعد يومين بعد تصر تجوا تتكلموا أسع معارك دايرة لها يومين ما بين قدورة وزنون. عبد الواحد مستعين بناس من موسى هلال مجلس الصحوة بضارب في أبناء دارفور فضوا 50 قرية هجروها الآن. انتوا بتتكلموا في شنو وسلام شنو؟ أن احنا لما بنقول لكم الحقائق اوعوا مش عشان بنقول لك الحقائق عشان انت تجي سايقينك بخطاب معين وانت ماشي بيه. للأسف الشديد التامعة وبنعرف كان عندهم شهادات اللي بدهم شهادات بتاعت الجهاد دي اتخرجوا من الجامعات واخذوا وظائف ما بيستحقوها اخذوها بس انه كانوا موالين للنظام. ده كل المؤهل بتاعه انهم كانوا اسلاميين. يا اخوي ناس الحاج وراك شنو يا راجل؟ ناس الحاج وراك منو يا اخوي دكتور حيدر منو؟ يا اخي ما تشغلوا لنا المواجع. ديل يا جماعه الناس ديل ما كان عندهم ما عندهم قضيه اسمها الدوله السودانيه. ما هم هسه شغالين مع حميدتي كان الحاج وراك كان تابعه عبد المنعم بيجو. ما شغالين مع حميدتي وبيهللوا للمجلس العسكري ويصفقوا للامارات ويرقصوا للسعوديه. وينططوا لمصر ويطلبوا لأثيوبيا ويحشقوا أريتريا ولكن يكره السودان. ده واحد بيقول لك سلم نفسه للملحدين. والله ما ملحدين لي انت معليش مع احترامي لك. من سلم نفسه للملحدين وانت طبعا سايقينك يا جماعه؟ دي من الاشياء طبعا انا قلت عليكم قبل كده. هسه اخونا ده الشيخ ده الشيخ الحسن ده القاد سلموا نفسهم للملحدين. شوف يا الشيخ الحسن الناس اللي انت شايفهم اللي بيطلعوا عرايا وبيطلعوا هناي وجايين دين ما بيمثلوا الشعب السوداني. انت عارف قيم الشعب السوداني؟ عارف قيم الشعب السوداني؟ دي من الاشياء المقصود يا جماعه عشان يقول لك الشيوعيين وصراع الشيوعيين والاسلاميين والجمهوريين وحزب الامه وحزب ايه وزعيط ومعيط. ده صراع ما عنده قضيه بالدوله السودانيه. ده صراع عنده قضيه بمصالحهم. انت هسه كاسلامي اسوأ حاجه في عهدكم كاسلاميين وكاخوان مسلمين انتشر اللواط بقى حاجه شاذه. زمان في السودان ما كان شاذ للدرجه دي كان بالدس. ده انتم جبتوا لنا العادات الاجتماعيه الشاذه ده في عهد الدوله الاسلاميه حقتك دي مش عمر البشير وكنتوا بتتكلموا اسلاميه. انتوا جبتوا الموبغات دي كلها لدرجه بتبيعوا المخدرات في الجامعات. وشفنا حفلات اولادكم وشيوخكم. شفنا البزن في رمضان باثنين وشفنا بتاع ديوان الزكاه اللي بيختصف فراشه. ده كله حقكم. ما تجاسع تعمل لنا انت ما هدت القطيع بتاع الاسلاميين. انت ليه ما تكلمت للاسلاميين ده؟ كان قلت لهم يا جماعه الربا والسرقه والفساد والزنا والمخدرات اللي كان بيجيبوها ليه ما تكلمت يا اخوي؟ كنا بنتكلم. دارفوريين بيموتوا دارفوريين ما بيموتوا وقياداتهم بتمشي تبيع دمائهم في الدوحه وفي البشي وفي ابوجا. انت يا اخوي عارف قضيه دارفور عنها شيء؟ انت ما عارف عنها شيء. لما كنا بنتكلم انت كنت وين؟ امشي قلنا لك ارجع شوف الارشيف يا جداده يا قطيع. اللي لما كان بيموتوا ما كان قاعدين يموتوا وبيبيعوا؟ ما ناسكم ده كلهم باعوا. ليه ما تكلمت معاهم؟ هسه انت لو راجل تماما وانت مؤمن بقضيه دارفور امشي قول لقيادات الحركات دي يسلموا متهمين المحكمه. جاي تتكلم معايا انا كنت وين؟ هسه احنا بنطالب بتسليم متهمي الجنائيه. ليه قيادات دارفور ما بتطالب؟ ما تقول لي انا من وين؟ انا من السودان، انا من جميع هذا السودان. ما تقول لي انت من وين؟ امشي هسه اطلب من الحركات المرتزقه دي
تطالب بتسليم المجرمين بل جاية تبوس جزم المجرمين. قلنا لك برهان ده زول وحيد قال يا أخي أنا رب أنا إله الفور جاي أنت بتستعمل مع سلام وتبوس رجل حميتي بيختصب في حراير دارفور ويحرق ويقتل ها وما طالبت بتسليم عمر البشير اللي احترف قتل 300,000 ليه ما طالبته ولا قياداتك طالبت ليه؟ لأنه ما قيادات ثورية ولأنه ما كان عندهم قضية كان بيلعبوا دور لصالح النظام ده لأنه لو كان عندهم قضية والكلام ده بيوجعهم يسلموا متهمين الجنائية لكن ما يقدروا يا حبيب لأنه كانوا شغالين تحت إمرة الإسلاميين. عرفت الكلام ده؟ عرفت الأزمة وين؟ أمشي فتش كويس ما تجوا تتكلموا لينا ساكت. المشكلة أنتم مساكين خامبينكم وما تعمل فيها واعي لأنه أنت سايقينك سواق طضان. هسع قول قياداتك دي قول لهم جيشكم وين؟ وين جيشهم؟ أو لبي دارفور؟ هسع دارفور دي ما فيها جيش بتاع حميتي يا خاش 10,000 من مالي ومن تشاد ومن النيجر وين وين؟ قاعدين جوا دارفور عارف الكلام ده ولا ما عارفه؟ وقاعدين هم بحرسوا الموسم الزراعي عارف الكلام ده ولا ما عارفه؟ وين الجيش بتاع الحركات بتاع الدارفور؟ وين جيشهم؟ دار تقول لي جيش عبد الواحد اللي بيقاتل في آل وفوق في الجبل ده اللي أسح هجر له أول أمس 50 قرية من شرق وجنوب جبل مرة؟ ولا دار تقول لي جيش مني القاعد هناك عند حفتر ولا جيش جبريل القاعد عند السراج؟ ما أسع في ميليشيا من أفريقيا الوسطى قاعدة في قلب دارفور؟ وين حركات دارفور؟ وين جيوشهم؟ بطلوا الاستهبال ده بطلوا الاستهبال ده. ما شفت تعليقك يا الغربة مرة ومؤلمة ما شفت تعليقك آسف جدا يا جماعة أن إحنا ما نقعد أي زول يشحنوه جوا غاعة ويجي يطلع في السوشيال ميديا دي عشان ما تفضح نفسك. أن إحنا عندنا وطن اسمه السودان ما عندنا وطن اسمه دارفور وما عندنا وطن اسمه شمال وما عندنا وطن اسمه الشرق وما عندنا وطن اسمه وسط. عندنا وطن اسمه السودان. اي زول دار يلعب لنا اللعبه الغزله دي ده الشعب السوداني يرفضه يوديه في مزبله التاريخ ولتمتلي مزبله التاريخ بكل الخونه والعملاء وتجار الدماء ومصاصي الدماء. عشان ما تجوا تتكلموا ساكت واي 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 تحرقوا رزقكم عشان ما لك محاضرات تسمع لك غايد وتعال اوريك نحن قضية دارفور دي لما كنا بنكتب عنها وبنشير لها والله يا ابن دارفور ما فيهم واحد كان بيتكلم. لما كنا بنكتب عن ما يحدث في دارفور صحفي وعلمي دارفور كانوا انقاذيين يا حبيب. ما جو الحركات وما جو إلا لمن بقى فيها ارتزاق وفيها قروش صدق الحق لزان. مازن الزبير سؤالك ده كويس بقوله لك السحاب اللي بعرف. Thank you.
وسط يا أبا الله. طيب برد لي واحد قال لي تعرف عن دارفور شنو؟ برد لك يا مازن الزبير، بعرف عن دارفور اليد العليا، اعرف عن دارفور التاريخ، اعرف عن دارفور الشرف، اعرف عن دارفور البطوله، ما بعرف عن دارفور اليد السفلى، الاستعطاف، الانتهازيه، عرفت؟ ده انا ما كان بعرفه عن دارفور، ولكن ما شاهدته في دارفور الانتهازيه زي ما قلت لك. حتى أبناء دارفور كانوا إعلاميين في النظام وكده، ما انضموا للحركات والمولد إلا لما بقت فيها قروش. وكان زمان فكر كاركاتير عملوا أخونا عمر ضفع الله ربنا يدي العافية، بيجي واحد لابس كدمول بخش الغاعة بعد شوية يطلع شايل شنطة وبدلة زي اللسع بتاجره بقضية دارفور، فهمت؟ ده ما أعرفه عن دارفور. ناهيك عن الامتدادات الثانية عشان ما تجي تاخذنا. مازن الزبير قلت لي ليه عارف؟ الظروف اتاحت لي عارف. نحن يا مازن الزبير ما دارين، نحن حضرنا المظاهرات وشفنا الديمقراطيه الثالثه 86 وطلعنا المظاهرات ايام بكري عديل، ده تاريخ طويل، لكن كنا تحركات الجبهه دي انا كنت في كادوغلي، عرفته؟ الانقلاب ده عرفنا بتاع جبهه اسلاميه، كنا في كادوغلي، وفي كادوغلي المدينة بتاعت كادوغلي دي فيها ناس جبهة إسلامية، تمام؟ وكان يعني في تحركات، وطبعا انت عارف مجتمع الموظفين والطبقة الوسطى، أبهاتنا دول كانوا موظفين يعني خدموا الدولة جد حقيقة يعني. فعرفنا أنه الانقلاب انقلاب كيزان، ما تغشينا نحن، عارفين أنهم أنهم كيزان لحد بعد ذاك بدوا يصهروا، وحاولنا ما دارين نتكلم نسني عن نفسنا، اقترغنا ودخلنا وفهمنا حاجاتهم يا جماعة، فهمنا من البداية. عشان كده كنا بنوسغ ليهم، بنوسغ لجرائمنا القذرة وبنوسغ لطريقتهم يا جماعة، وكيف بيستغلوا المجتمع السوداني البسيط المدين بالفطرة يا جماعة. المجتمع السوداني ده ما عارفين السودان ده فيه شنو، السودان ده فيه حاجات غريبة، يمكن في ناس كتار ما عاشوها. أن احنا ظروفنا أتاحت لنا نلف مناطق كثيرة من السودان، وعندنا امتدادات أسرية كبيرة في يمكن تكاد تكون مع جميع أنحاء السودان، سواء كان جنوبا فعلا الجنوب بما يعني الجنوب، وشمالا وشرقا وغربا، سواء كان دارفور أو جبال النوبة أو غيره، دي فرص أتاحت لنا. عشان كده السودان ده أنا ما مقتنع فيه عنصرية، ما مقتنع فيه إنسان ما بيقبل الآخر، لكن دي صناعة بتاعت سياسة وصراع سياسي عشان يقدروا يسيطروا على هذا الشعب وعلى موارده. عشان كده نحن لما بنتكلم والبيجي بيقول لي ده نحن مشكلة دارفور دي يا أخوي، لما نتكلمنا عنها كان إعلاميين دارفور شغالين مع ناس في حماك ربنا وإسلامية مية مية وما عارف شنو وما هو لا تبكي، وكانوا مبطحين في الجامعات وفي ما دارين نتكلم الجنوبي داك بتاع جامعة السودان الهناك الداخليات بتاعته كانوا قاعدين فيها ابناء دارفور ديل وبيسيخهم والكيلومتر ولابسين البدل الاشتراكية وبصرفوا لهم ومواترهم وغامة الليل في مسجد جامعة الخرطوم، وكانوا قاعدين في البركس، وكل الحاجات دي عاصرناها. لكن نحن كان عندنا دور بنلعبه، لكن ما بنجي نقول والله يا أخي خلاص نحن لعبنا الدور ده دايرين كده. ما في مناضل بياخد ثمن، وإلا تحول لمرتزقة.
عشان كده المناضلين حركات دارفور تحولت لحركات مرتزقة وذاقت طعم الارتزاق وأموال الارتزاق. ده الحاصل يعني. فنحن لما بنجي نتكلم يا جماعة بنتكلم عن أشياء أن احنا عارفينها، لكن انت ما يكون معلمك، انت ماذا انت خلي عندك ربنا اداك عقل زي ما ادى الغايد ده عقل. وبعدين نحن السودان ده رابطينه باشياء غريبه، تجد زي انا قاعد استاء يعني احزاب كلها عقائديه واحزاب جايه بافكار من برا. اخي نحن ربنا ادانا مواهب والسودان ده مليان يا جماعه، وقلت لك والله العظيم شوف الاحزاب واصحاب المصلحه والحركات المسلحه دي اللي هي اسع بقت تستغل الاعلام عشان تضلل الشعب السوداني والطيب، وبتقول لك يا اخي الشعب النظام ده استمر 30 سنة لأنه ما كان في معارضة حقيقية يا أخي. المعارضة الحقيقية اللي كانت في النظام يا جماعة كسروها، حتى جون قرن، لأنه النظام ده يا جماعة سهل لدول كانت عمرها في دول كانت عندها مطامع في السودان بأخطاء هذا النظام. هذه الدول مثلا أكبر مثال مصر ما قدرت تنزع حلايب وشلاتين دي إلا لمن محاولة قتل مبارك، يعني حاجات غبية وما تستبعد ذاته الإسلاميين دي دردقوهم كده، يعني دي أشياء غبية يعني حاجات يا أخواننا لازم الناس تفهم. إنت ما نقعد دي لعب كبير، لأنه يا جماعة الأحزاب دي عندها مصالح. أنا قلت لك لا على المادي لا على المرغني لا على سنهوري لا صعيط لا على الدقل ولا السعجو ولا آل وحتى النخب في الأغاليم ما قاعدين يدفعوا ضرائب، عايشين على حساب الدولة دي على حساب الشعب، إدارات آلية والعمدة فلان والناظر صعيط ومعيط. لا نحن دايرين نبني دولة، خلاص النظام القبلي ده نشيله برا، ما هو ده دمرنا. هو نحن لازم يدمرونا بشنو؟ الشعب السوداني ده ما فيه خلاف يا راجل، في أقصى الشمال في فور عايشين من دارفور، وفي أقصى دارفور في شماليين عايشين. إيه الكلام الفارغ ده؟ القاعدين الضلال اللي قاعد يخطوه ناس النظام والحركات والعنصريين الجدد. السودان ده ما كده، انت جيت لي قلت لك مدينة فيها قبيلة واحدة؟ مستحيل. كده وريني مدينة في السودان فيها قبيلة واحدة. لازم ان احنا نفهم الاشياء دي. ما في يا جماعة مدينة في السودان دي فيها قبيلة واحدة. في الجنوب ده زمان في مدينة فيها قبيلة واحدة؟ ما في. ده كلام بيزرعوه الساسة. أي وكان في ظلم وفي مشروع عظيم جدا جدا، مشروع السودانوية اللي غادوا الشهيد جون قرن، لكن جون قرن اتآمر عليه العالم يا جماعة، لأنه جون قرن العالم كانت حساباته خطأ، أنه لما نرجع السودان بعد اتفاق نيفاشة أنه حيقتلوه السودانيين، لكن العالم اندهش لقى أن الشعب السوداني كله استقبل جون قرن. في حاجة غلط، لازم نحن نتخلص من هذا الرجل. وكان التخلص تم بواسطة المؤتمر الوطني ده يا جماعة والحركة الشعبية، أن المخابرات دي تخلصت لهم من جون قرن. ديل انفردوا بالجنوب وديل انفردوا بالشمال، حتى انفصال كان يا جماعة استحقاقاته غريبة، المفروض استفتى الشعب كله، لكن دي كلها أخطاء. قلنا معليش حصلت، أن إحنا جاي التصحيح وجاي المسار. الشعب السوداني وشباب السودان إياكم والانضمام، إياكم وأن تحولوا إلى مرتزقة برتب، تبقوا زيكم زي الجنجويد اللي احتغروكم. ما تقعد تقول لك الحركات دي تعمل لك إعلانات. يا أخي أنا من السودان، أنا من السودان، من السودان، عارف يعني شنو السودان الوطن الواحد؟ عرفته؟ مش السودان اللي من وين؟ من السودان ده، تعرف من السودان؟ اوعى تقعد يقول لك من وين؟ قلتك شنو؟ ده الدايرينه يا اخي. نحن ناس قروا معانا دفعاتنا ما بنعرف قبائلهم، بنعرفوا سوداني. ده هم اللي عملوه التمييز، خلقوا تمييز
عشان تكون في فتنة، عشان هم يستفيدوا. يبقى نحن لازم يا جماعة نكون واعين، الشباب السوداني أوعى يستقطبوكم الحركات المرتبات المغرية والرتب المضللة. احترم نفسك انت ذاتك، لما يقيموك تقييم زي ده معناته انت حيستخدموك مرتزقة. دي وصيتي لكم، والناس تنتبه يا جماعة، ان احنا 21 اكتوبر ده ما في حاجة اسمها مطالب، بل تنفيذ يا جماعة، تنفيذ. وشوف الاستهبال عشان تعرف ناس غحتي مشاركين في المؤامرة وهو إعلان الحرية والتغيير مشاركين وما عندهم إرادة، وكل الناس دي المستعبدين من دول المحاور ومن أعداء الدولة السودانية. يبقى الوحيد الحريص والهو عنده المصلحة وصحب السلطات هو الشعب السوداني. عزيزي الشعب السوداني، تمسكوا بثورتكم ولا تفرطوا في بلادكم، ولا يغودوكم الخونة والعملاء الإسلاميين. يا أخواننا قبائل البجا ترك يستمتع مع هذا النظام طوال 30 عام، ماذا فعل لكم ترك؟ هل عمل مشروع، عمل مدرسة عشان يجي يغودكم الآن؟ موسى محمد أحمد حل لكم مشكلة موية؟ لازم احنا يا جماعة نكون منتبهين. لكم التحية، وأشكر كل الناس التابعونا يا جماعة في اللايف ده، وكتر خيركم يا جماعة. أنا هجومي شديد على حركات الكفاح المسلح لأنها حركات خائنة وعميلة يا أخونا دمنا ده إبراهيم. لازم يكون هجومي عليهم. كيف الزول اللي قال قتل 300 من اهل دارفور ما يطالبوا يسلموا لي عداله ولا دايرين يحاكموه؟ كيف الزول اللي ارتكب جرائم في دارفور يجي يوقعوا مع سلام عشان ينقذوه من الجرائم؟ كيف ما يكون عندي هجوم عليهم؟ اشن هجوم عليهم؟ كيف اللي تاجروا لحد الان الدماء؟ يا اخي دارفور فيها 180 معسكر، كم واحد من حركات دارفور ديل عملوا سلام؟ فكوا معسكر واحد عشان يتاجروا بالناس؟ ولحد الآن في حرب دائرة في دارفور الآن في جبل مرة، وفي نزوح أكثر من 50 قرية نزحت في اليومين الفاتت دي. لازم تفهموا الكلام ده كويس. ما تقول لي هجومك على، أقول لك أن إحنا أي زول عدو السودان ده، لما كنا بندافع عما يحدث ونتحدث عما يحدث في دارفور، أين كنتم أنتم؟ نجي نكتشف بحركات مرتزقة وبيبيعوا، شفناهم هنا بيبيعوا، كيف يبيعوا في أهلهم وفي دماء أهلهم. لكم التحية، وبشكركم الناس التابعتنا، وعذرا إذا صوتنا ارتفع أو طلع مننا أي لفظ يا جماعة.